بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه اهارد لك لكل مشجعينا الجداد. انا عارف ان الموضوع يحرق الدم نوعا ما انك تبقى شايف ان الفرقه اللي قدامك ممكن تكسبها عادي جدا وتلاقي ان المدير الفني بتاعك عنده راي اخر. ايه بقى الراي الاخر اللي كان عند السيد فوزي البنزرتي؟ انت لو مؤاخذه مغلوب في المغرب 1-0 ويتلعب عليك هجمه مرتده بسمير نوركوفيتش، ده معناه ايه؟ ان انت هتروح تلعب جيم هجومي، تلعب ضاغط على لعيبه كايزر تشيفز، تلعب عندك هدف واحد بس انك تسجل هدفين وتطلع صاعد، انما حته انك تروح تجرب تلعب بخمسة 3-2 وتلعب على المرتدات دي، ده الحاد يا باشا، والله بجد ده الحاد، مش فكره ان انا هروح العب على المرتدات وهفاجئهم بقى ان انا مثبت في 2 باكات بتوعي ومش هنطلع نهاجم غير في اخر دقيقه علشان خاطر اتصدمنا ان كايزر تشيفز بيلعب جيم دفاعي بس. ففي حاجات كده بعتبر ان هي حرق الدم للجمهور لما تلاقي المدير الفني بتاعك جاي يلوش النهارده والمهاجم بتاعك مش شايف قدامه النهارده ايوب الكعبي، فتحس ان في خديعه تعرضت لها، وهي ايه؟ انك لو قعدت تلعب لحد الصبح مش هتعرف تسجل. فلعيبتك يقرروا يعملوا ايه؟ الخيار الاجبن في عالم كره القدم ان هم يفضلوا يدوروا على ضربات جزاء طول المباراه علشان خاطر خايفين ان هم يصعبوها على المرمى، لاكابي يصدها او الكره تطلع بره فالجمهور يقول لك شفت اللعيب الفلاني وهو بيصوب تصويبه سيئه او هو بيلعب بدماغه كره سيئه، لا هو يبصها لزميله بقى. ودي اوناجم بيحبها جدا. لا يا باشا، الموسم اللي اوناجم لعبه عندنا في مصر هنا خلاني حفظته. اوناجم في الماتشات الكبيره بيخاف ان هو يسجل يصوب اساسا، بيجي رميها دايما على زمايله، والنهارده يوم الكعبي كان بيعمل نفس القصه. شوط اول بادي لعيبتك عايزه تاخد فيه ضربات جزاء ومديرك الفني نازل بيلعب بالخمسة 3-2، اه والله كان بينزل يلعب 5-3-2، اه مباراه مفترض منه ان هو يهاجم فيها بينزل يلعب 5-3-2، وفي الاخر هيطلع يقول لك بس الحكم ظلمنا ما حسبليش ضربات جزاء. يا شيخ اتنين، المباراه سهله وخصم سهل ما بيلعبش غير حارس مرمى ومهاجم بيلعبوا بس هما في الفرقه والباقي كلهم لعيبه بيدافعوا، وانت تقول لي مباراه صعبه والحكم ظلمني، ما تبطلوا بقى ضحك على الناس. فكره ان انت تلعب النهارده بخمسه في خط الدفاع دي وتعتمد على ان انت تقفل خطوطك علشان خاطر تلعب على المرتدات بسيمون موسفان وايوب الكعبي، سيمون ده اللي هو على فكره محترف قليل جدا وما ينفعش يكون موجود في الوداد، يعني مش ما ينفعش انك تلعب بربع نهائي اساسي، لا ده ما ينفعش انه يكون موجود في الوداد اساسا. وتحتهم ونجم والكارتي وحسوني وخط الدفاع بتاعك المكون من 5 لعيبه العلمود واشرف داري وحيراني لا فرحاني اسف ويحيى عطية الله يحيى جبران اسف، هو النهارده كان ملعب يحيى جبران تحت، اه هو الماتش اللي فات كان بيلعب يحيى جبران ديفندر بس النهارده قرر ان هو ينزل يلعبه ليبرو اللي هو في خطوتين بس ما بين الديفندر والليبرو فمعلش ينزل يلعبهم اللي هو ديفندر ايه وليبرو ايه احنا رايحين عشان نكسب يا عم الحاج انت بتنيل ايه؟ لا مش دي المشكله، المشكله ان انا بعد نص ساعه بكتشف ان لعيبه الكايزر تشيفز مش بتعمل اي حاجه غير ان هي بتدافع، فوقتها بقرر ان انا محتاج اغير التشكيله، محتاج ارجع العب ب 4-2-3-1 تاني، ومحتاج مؤيد اللافي، ومحتاج ان انا خلاص يعني سيمون مصطفى سيء وايمن الحسوني سيء، خلاص هننزل مؤيد اللافي وهننزل كمان ايوب سكوما. طيب اكتشفت حاجه مهمه، ايه هي؟ انك ما عندكش فروت تاني، انك لما طلعت مسافي طلعت مصوفة ما بقاش عندك فرق تاني، اه والله ما بقاش عندك فرق تاني، ومفترض انك تفضل تلعب عرضيات علشان خاطر يكون عندك كثافه في منطقه الجزاء، فانت عملت دلوقتي حاجات عكس بعضها، يعني انت رجعت تلعب 4-2-3-1 تاني في الوقت اللي كان مطلوب منك انك تلعب بثلاث مهاجمين، يعني اه انت بديت المباراه باثنين مهاجمين، بس الوقت اللي انت قررت انك تغير فيه قررت انك تغير المهاجم اللي هو انت اصلا تطلعنا ولا بتنايل ليه بالظبط؟ ما فيش مدرب بيعمل الكلام ده يبقى منتظر ان لعيبته جوه الملعب تسجل، لان انت لا مؤاخذه خيلتهم، انت نازل تلعب جيم دفاعي وتعتمد على المرتدات، ده تشكيلتك بتقول كده، وجوه الملعب اتصدمت ان الخصم بتاعك زواني ما بيعملش اي حاجه غير ان حاطط اللعيبه قدام الجون وبنلعب بالمرتدات على نوركوفيتش، وبعدها قررت ان انت محتاج تعمل تغييرات، فغير مين اغير مين اغير مين؟ اغير المهاجم اه واسيب ايوب الكعبي اللي مش شايف قدامه اللي هو طب مين هيسجل لي بقى؟ ونجم اللي هو ما بيشوطش ولا بيصوب في ماتشات كبيره خالص لا طب وليد الكارتي يعمل زي ده ماشي يعمل زي ده عادي ما عندناش اي مشكله طب مؤيد اللافي تمام ممكن يسجل طب هنعمل ايه الشوط الثاني هنلعب عرضيات طب ولما نلعب عرضيات ونلاقي ان احنا خطيرين في العرضيات وممكن نسجل نرجع نلعب على الارض تاني يا عمي انت بتقول ايه بس والله ده اللي حصل بجد ده اللي حصل الوداد كان بيعمل كل حاجه وعكسها النهارده جوه المباراه فلما تلاقي ان الوداد طلع متعادل 0-0 وتلاقي ان الكلام كتير حوالين ان احنا والله يا جماعه اتظلمنا تحكيميا والتحكيم ظلمنا اعرف ان في عك لان الوداد اساسا ما قراش الماتش صح السيد فوزي البنزرتي فنزل المباراه فضل يحك من اول دقيقه لحد اخر دقيقه حتى ما عادش عليه غير التغيير الثالث ونزل
اي حد عنده بيعرف يلعب بدماغه علشان خاطر كان مطلوب منك انك تلعب بس كرات هوائيه. عرفت ليه صديق الوداد النهارده لو قعد يلعب لحد الصبح ما كانش هيسجل؟ لان اللعيبه كلها بتدور على ضرب الجزاء واللعيبه كلها بتدور على ان احنا مش هنشوط. ده انا باصي لزميلي هو اللي شوط، هو اللي البس ابا الجمهور يهاجمه انما يهاجمنيش انا. عرفت ليه فريقك النهارده ما استحقتش انها تطلع كسبانه برغم ان هي كانت متسيده الجيم كله؟ وبرغم كده الكره الاخطر في المباراه هي الكره اللي طلعها حارس المرمى بتاع الوداد من نوركوفيتش، يعني حارس المرمى الوداد احمد رضا تنجوتي طلع كره عالميه جدا من نوركوفيتش. عرفت ليه يا صاحبي ان المباراه النهارده كانت صعبه جدا عليك؟ طب معلش يعني انت بتعرف ان المباراه كانت صعبه عليك، فممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب للفيديو عجبك، وهارد لايك في الحالتين يا صاحبي، سواء عملت لايك او سبسكرايب او عملت ديسلايك هارد لايك ليك، لانك خسرت النهارده مباراه كانت صعبه جدا انك تتقبل فكره انك تطلع منها متعادل او خسران المباراه.